نحن نؤكد في هذا اليوم ومن هذا المكان أنه لا زال لدينا الكثير من القيادات والكثير من الأسرى، ونحن على استعداد كامل لدخول في صفقة شاملة كاملة لا تستثني أحد إذا كان الطرف الآخر جاهزا لذلك، ونحن جاد في ذلك، ونطلب من الأمم المتحدة الضغط على الطرف الآخر لتنفيذ ما تم التوافق عليه مؤخرا في سويسرا في الشهر الماضي. أجيات قبيلة، يعني نماذج من القبائل هذه جات، من كل قبيلة يمكن أجا واحد أو اثنين، حصلوا على أكبر أسير عندنا هنا اللي هو اللواء البطل فيصل رجب. هذا دليل على أنه نحن شعب متسامح،